هندرسون وصلنا عند الديسكونجكشن. الديسكونجكشن اللي هي الاور، الاسم الاخر للاور هي ديسكونجكشن. فنكون عارفين الاسماء الاخرى. في الفيديو السابق درسنا الكونجكشن اللي هي مين كانت، اللي هي كانت الاند، صح؟ نعرف اند كونجكشن، ديسكونجكشن اور ضروري. هلا الاور شو بتفرق عن الاند؟ الاور يعني الجملة او هاي، يعني هاي او هاي، مو شرط التنتين، يعني بكفيني واحدة منهم. تمام؟ يعني كيف يعني بكفيني واحدة منهم؟ ما فهمنا. انا هلا بفهمكم بس شوية علي. تمام؟ هلا انا عند شرط الاور، الاور اللي هي الاو، الاور لازم تربط بين مين؟ جملتين، جملة اولى وجملة ثانية. لو رمزنا الجملة الاولى ببي مثلا، جملة بي والثانية بكيو، فهي هاي بي وهاي كيو، صح؟ جملتين. لنعرف كم احتمال إلها، يعني كم سطر إلها، درستكم إياها في الفيديو السابق، كم سطر لإلها، حكيت اثنين أساسية دائما بكتبها. عدد الجمل كم عندي؟ اثنين، بحطها أس عدد الجمل، فبطلع عندي أربع احتمالات. أربع احتمالات كيف أحطها؟ بحط اثنتين ترو، اثنتين فولس، بعدين واحدة ترو، واحدة فولس، واحدة ترو، واحدة فولس، بطلعوا معي. تمام؟ هاي الاحتمالات. هلا بدي أعمل الأور، بدي أعمل أور بيناتهم. كيف أعمل أور بيناتهم؟ شوفوا علي، بحكي ترو اور ترو بطلع ترو، ترو اور فولس بطلع ترو، فولس اور ترو بطلع ترو، فولس اور فولس واعطيني فولس. الحاله الوحيده اللي بتعطي فولس هاي الحاله، لازم نعرفها. التنتين فولس بالاور بعطيني فولس، اما اي حاله ثانيه بكفيني وحده ترو، بكفيني وحده ترو عشان يطلع الجواب ترو. تمام؟ بعكس الاند، الاند لازم يكون التنتين ترو عشان تطلع ترو، التنتين ترو عشان تطلع ترو الاند. واعطيتكم مثال. هلا طب انا ما فهمت، يعني كيف انا احكي لكم من واقع الحياه شغله. اوكي، نفس المثال السابق حكينا، لو الجامعه عملت منحه واللي بلشنا نعمل نفس المثال عشان نضلكم حافظين الهدك للآن. نحكي نزلتي على السوق، نزلت اختك على السوق، حكيتي لها جيبي لي شنطه حمراء أو شنطة صفراء. أوكي؟ هلا أختك نزلت على السوق، شافت شنطة حمراء وما شافت شنطة صفراء، جابت لك إياها، صح ولا غلط؟ صح، أنت اديتها شنطة حمراء أو صفراء. ما شافت حمراء لكن شافت شنطة صفراء وعجبتها، جابت لك إياها، صح ولا غلط؟ صح، لأنك أنت قلت لها هاي أو هاي. هلا شافت شنطة صفرة وآر شافت شنطة حمراء، جابت لك اياهم التنتين، صح ولا غلط؟ صح. ليه؟ لانك انت حكيت لها هاي او هاي، طب لقيت التنتين، جابت لك التنتين. طب ما شافت لا حمراء ولا صفرة، فولس اور فولس، راح تجيب لك اشي معها؟ لا، لانه ولا اشي لقيته من اللي وصلتيها عليه. فهمتوا علي؟ نفس المثال، الجامعة عملت منحة، هكا طالبة حاسب أو معدلها فوق 3.5. أجت طالبة حاسب وأور كان معدلها 3، بتاخدها الجامعة ولا ما بتاخدها؟ بتاخدها. ليش؟ لأنها هي طالبة حاسب، شرطهم أنها تكون طالبة حاسب أو معدلها فوق 3.5، أو يعني مش ضروري تجمع الشرطين مع بعض. أو طيب، أجت طالبة فيزياء يعني مش حاسب، أور معدلها 4 ما شاء الله، تاخذها ولا بتاخذها الجامعة؟ ليش؟ لأنه تحقق عليها الشرط الثاني إنه معدلها فوق 3.5. أوكي، بس ما تحقق عليها الشرط الأول، هي مو طالبة حاسب، بس ما بيفرق معنا لأنه إحنا هذا الشرط أو هذا الشرط، أما الشرط يعني مش بالضرورة، يعني إما معدلها يكون عالي أو طالبة حاسب. طيب، أجت طالبة حاسب ومعدلها 4، وبناخذها على طول. ليش؟ لأنه تحقق عليها الشرط الأول وتحقق عليها الشرط الثاني. طيب، أجت طالبة فيزياء مثلا ومعدلها 2، ناخدها؟ لا، لا الشرط الأول تحقق عليها ولا الشرط الثاني تحقق عليها، ناخدها للمنحة. فهي أور معناها بتجمع لنا، يعني لازم يكون واحدة منهم ترو عشان يكون صح، لأنه إحنا بنحكي أو هاي أو هاي. أوكي، هاي أو هاي، ماشي الحال. هاي هي فكرة الأور، الأور فولس، يعني لما يكون التنتين false both
إذا كانوا both A و A و Q false، يعني جملتين false، هي بتعطيني false، otherwise بتعطيني true. إذا كانت تنتين جملة ال B وال Q false، بتعطينا false، otherwise بتعطيني true. تمام؟ تمام، سهلة. طيب تعال نشوف، اللهم صل على سيدنا محمد، المثال الموجود عندنا هون. حكي لي B today is Friday، هاي الجملة الأولى. و Q حكى لي it is running today، هاي الجملة الثانية. هاي جملة B، هاي جملة Q. قال لي حطي، اعملي لي B or Q. طيب بده هو B or mean Q. B ايش هي؟ today is Friday، هاي B صح؟ هي هو معطيني اياها، مش مني، مش شطارة مني، هيها حطيتها انا هون. هذه الإشارة شو إشارة مين؟ or، وبحط بدالها كلمة or، وبعديها بحط مين؟ جملة Q. شو حكالي؟ it is raining. today، أوكي؟ هيك حليناها، هيها today is a Friday، هي جملة B، هاي بدل ال or، it is raining هي جملة Q. هيك إحنا حلينا العبارة. يلا نروح للكتاب ناخذ بعض الأمثلة، لأنه أنا بالنسبة لي هاي الأمثلة غير كافية. نيجي هون، ممكن ناخذ أي أمثلة. I bought literally ticket this week، هاي جملة B. أوكي، و Q I own the million dollar jackpot. حكالي اعملي لي B or Q. B or Q بسيطة. إذا بحط جملة B أول إشي، شو هي جملة B؟ هاي I bought literary ticket in this week، هنا حطيناها، هاي جملة B. بده هاي، هاي إيش؟ or، بحط or. أوكي، هاي الجملة كاملة وبحط بعدها or. بعدين شو حكالي؟ بده جملة Q. شو جملة Q؟ هاي بحكي I won the million dollar إلى آخر جملة جاكيت. فإذا بحط عبارة B كاملة، بحط كلمة or، بحط عبارة Q كاملة. شفتم أحلى تركبهم مع بعض، تلزقوهم بتلزيق ببعض. تمام؟ هاي الطريقة. طيب ناخد من هون، هاي هاي بدي أحل هاي لأنها فيها or. أوكي، حكالي let B and Q is poor position، swimming at the New Jersey shore the L is allowed. أوكي، الجملة الأولى swimming at the New Jersey shore is allowed، هاي الجملة الأولى. والجملة الثانية shark have been spotted near the shore. منيح حكى لي إنها هاي الجملة في السؤال، هو حاكي الأولى هاي جملة B اعتبروها، وهاي الجملة الثانية اعتبروها جملة Q، وبعد يطلب هاي الطلبات. أنا رح أحل طلب الـ or. حكالي بدي نفي البي اور كيو، اذا اول ايش لازم انفي البي. كيف انفي البي؟ swimming at the new jersey shore is allowed، يعني السباحه في نيو جيرسي انا متاكد انها مسموحه. اوكي، ولو ما عرفنا انه الترجمه ما بياثر علينا، لكن بس نعرف يعني انا ترجمتها عشان يعني تفهموها. اوكي، طيب خلينا ننفيها. كيف بدي انفيها؟ بحكي swimming، هيدا اكتبها هون بي، بده نفي البي، هو هذا جمع بين النفي وبين الاور. swimming at the new jersey shore is not allowed، هو غير مسموح، يعني نفيتها. شو حطيت هون؟ حطيت نت، هاي بي، نفي البي، هاي مين صارت؟ نفي البي، خلصت من هذا الجزء. هلأ بدي هون، هاي شو بحط بدالها؟ or، or، بدي أحط Q، Q في لها نفي إيش؟ لا لا لا، زي ما هي، بنسخها بلصقها من هون، بحكي or shark has been spotted near the shore. خلصنا، شفتوا ما احلاها؟ ارجع عيد، يلا
العبارة الأولى لازم أنفيها، ليش؟ لأنه هو طالب نفي البي، هي طالب نفي البي أور كيو، فنفيت البي، كيف نفيت؟ حطيت نت ألاود غير مسموح، حطيت الأور زي ما هي، نسختها هون حطيتها، هي الإشارة كانت هيك حطيتها، وقال لي كيو بعديها، كيو نسخ لصف، ما عمل عليها تعديل. حلو الكلام؟ تمام لحد الآن؟ يلا بدي أشرح لكم هاي، هاي حلوة. فيها نفي وفيها and وفيها or، تمام؟ يلا أول إشي بده مين؟ نفي البي. قبل شوي أنا نفيتها معكم. swimming at the new jersey shore is allowed، شو بنكتبها؟ swimming at the new jersey shore is not allowed. هاي أنا نفيت مين؟ البي. حلو؟ هاي نفي البي، هاي أول عبارة خلصت منها. هلا بدل هاي شو بحط يا جماعة؟ بحط and، يعني حطيتها and مين؟ بي نفسها دون نفي. بي نفسها شو؟ swimming and swimming at new jersey shore is allowed. هاي نحطها زي ما هي. هلا هاي شو بدالها بحط؟ بحط or. نفي مين؟ نفي دي كيو. شارك هايها، هاي دي كيو، يلا نكتبها بعدين نحاول ننفيها. sharks have been spotted not near the shore. اوكي خلص، هنا نفيناها وبده الهاي الكيو، بدنا ننفيها، حطينا نت قبل النير. اوكي حطينا نت وهيك نفينا نفي الكيو. فهلا صارت العباره زي ما طلبها، نفي البي هي اند، بعدين عندنا البي لا زي ما هي، بعدين عندي اور هيها شايفينها، بعدين حطيت نفي الكيو. تمام تمام هيك هينا حلينا هاي وحلينا هاي، حلينا أمثلة جديدة وكلهم مش على طول هيك، يعني or أو لا نفي مع or هيك دمجوا لكم هون نفي وand وor، تخيلوا مع بعض هدول، يعني كانت في شوية حركة، مو سؤال هيك مباشر وبس، لا أخذنا أسئلة فيها حركة. هاي أمثلة إضافية من الكتاب عشان درس الأور.